في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم ينكرم سبالها والعديد 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 من الانتصارات في الاشواط النقديه. سلام يا القاضي السلام، سلام يا القاضي السلام، سلام يا القاضي السلام، وتهانينا والناموس لسالم بن جابر بن جبران على هذا الفوز المستحق. تختطف اقوى اشواط الحيل في السباق المحلي الاول. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مع الفائزين. يسعدنا في هذا اليوم ان نلتقي مع مالك ومضمر القاضية من فازت بالشوط الأول الرئيسي لسن الحيل لتفتتح القاضية هذا الموسم بعرض ممتاز وإنجاز مميز والعصا في البطان دون أي تعليمات. القاضية غنية عن التعريف، في رصيدها 5 سيارات وفي رصيدها العديد والعديد من الانتصارات في الأشواط النقدية. يسعدنا في هذا اليوم أن نلتقي مع مالك ومضمر القاضية. مضمر من الطراز الممتاز سالم بن جابر بن جبران المري، مرحبا ابو جابر وسعداء بوجودك معنا، ونقول الف الف مبروك فوز القاضي. الله يبارك في عمرك طول عمرك وبارك. نعم سالم، القاضيه لها محبين، لها مشجعين، الفوز هذا ما يسجل لك، يسجل محبين القاضيه اللي حد في قطر وحد في دول الخليج. شو تقول انت؟ اول شيء نهنيك وتهنئه، هنهم لازم تهنيهم بالفوز. ما يحتاج اهنئها، قطر كاف. نعم ناموس القاضي، ناموس الجميع، ناموس هالقطر كاف، ومشجعين مشجعينها في كل مكان، مشجعينها في كل مكان طال عمرك. نعم القاضي الان الذلول يا سالم الجماهيريه، اكيد الناس يفرحون بفوزها والله يعني بدون مجامله ويشجعونها، والقاضي من الهجن اللي انا اعتبرها تاريخيه. والله القاضي على ما قال لها مشجعين كثير، وحنا هدي ناموس هالقطر كاف. كثير مشاهدين موقع لبرقه بسلاله القاضي. والله القاضي طال عمرك من الحبلة هجن بن مهيره، وبها القاضي مملوك الحمد بن سعيد بن مهيره، ولحد الان موجود عنده منتج من غيرها كذا مطاعم مبيعات اسعار خياليه. نعم سالم، ولا ابغي معالي لا عليها ولا على بها هنتج النوعيه. سالم في شوط القاضي يقولون انك الجهاز ما شاء الله تبارك الله انك ما حتى الجهاز ما فتحته، يمكن الجهاز مخلى على سنعه من انطلقت ووصلت على يدها. والله القاضي ما نانيه انقضها، لكن هي الله يبارك فيها من انطلق الشوط سرحت قدام. نعم طال عمرك. نعم سالم، الله يوفق القاضي، يوفقك ان شاء الله. وكيف شفت الموسم وبدايته وانطلاقته؟ والله الموسم لا يعلى عليه، جرب يطول عمر الشيخ تميم بن حمد الثاني، هو اللي دعم الرئيس، وشفنا الرئيس على ما قال الناس وقبالهم طيب، جوائز طيبه، ترتيب طيب، لا يعلى عليها. نعم الله يطول عمر الشيوخ، يطول عمر الشيخ تميم، ونشكر لك هذا الحضور معنا يا ابو جابر، وموفق خير ان شاء الله، والله يوفقنا وياك كل خير، وجعل فالك التوفيق والناموس يا ابو جابر. فانا وفاكم ولا شكر على واجب طال عمرك ووريك. نعم. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معنا سالم بن جابر بن جبران المري، مالك ومضمر القاضيه الفائزه في الشوط الاول الرئيسي للحيل. ترقبونا في لقاءات قادمه وحتى الملتقى دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ديرة اخوان روضه مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم ينكرم سبالها.